السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا متابعيني؟ حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. جيت النهاردة العتبة عشان الناس اللي طلبت مني شنط المدارس. انا جيت هنا فرشة فيها شنط مدارس وفيها شنط خروج وكروس وكل الشنط اللي انتوا عايزينها. تمام كده. اقول لكم الاول انا فين. انا هنا في شارع الرويعي. تمام. احنا هنا في الرويعي اللي هو قصاد مول صدناوي، قصاد الباب بتاع مول صدناوي بالظبط. ازيك يا كريم؟ تمام. بقول لك هنا ممكن تقول احنا هنا فين بالظبط؟ قدام الشركه الاسبانيه. قدام الشركه الاسبانيه. الا الفرشه فرشه مين؟ حماده الشيشي. طبعا احنا هنحط رقم تليفون على الفيديو. تمام كده، عشان اللي مش عارف يوصل يتصل ويوصل سهل. بص يا كريم، احنا عايزين نبتدي بشنط المدارس الاول. تمام. واحده واحده كده. انت شايف الشنطه اللي هي احنا هزوم عليها اهو. ايوه، الحمراء النايك دي 250، صح كده؟ طيب، واللي جنبها باقي الصف كله ب 300. يعني اول واحده اللي هي الحمراء ب 250 والباقي كله ب 300، صح كده؟ طيب، في الوان تانيه من الشنط دي ولا هي الالوان اللي موجوده؟ في اشكال. لا، انا بتكلم على دول، يعني هي دي الالوان اللي موجوده. طب واللي فوق؟ فوق 350 اول اربعه، والثلاثه الثانيين 250. اول اربعه كم؟ اول ثلاثه 250. اول ثلاثه 250، وبعد كده 350. بعد كده 350. تعالوا نشوف بقى اللي هم في ظهر دول كده. بص يا كريم، هنا كده هنا هنقول برضو الاسعار. تقول لنا الاسعار ايه؟ اول واحده خالص اللي هي الاديداس اللي هي الزرقاء. دي ب 200 جنبها 250. جنبها 250. والزرقاء دي 300. يعني هو ما بين 250 و 300، صح كده؟ واللي فوق بقى 250. كل اللي فوق 250، صح كده؟ طيب، ندخل بقى على الشنط اللي هي الكروس والحاجات التانية اللي على الفرشة دي. بصوا يا بنات، احنا هنا جينا الشنط الكروس. احنا خلصنا شنط المدارس. بصوا، حاجة زي كده دي ب 100. طبعا دي في منها كل الالوان. بصوا، هوريكم الالوان بتاعتها. بصوا اهي. لا، دي شكل تاني. دي مثلا شايفه؟ شايفين الاسود؟ كل يومين بيجي لك بيضاعشك. شايفين؟ ب 100 اهو. اي كروس ب 100 اهو. ب 100. كل اللي بوريه لكم ده يا جماعه ب 100. حلوه قوي دي يا بنات. بصوا، جميله قوي دي. 100 يا بنات. شايفين الحلاوه؟ اهي. زي ما قلنا بقى، شنط المدارس اسعارها بتتراوح عنده من 250، من 200 ل 300، مش 250. لكن الشنط الكروس دي كلها ب 100. عنده اشكال كتير قوي. بصوا، دي جينز على فكره، حلوه دي، جميله، شكلها شيك. اهو زي ما انتم شايفين بقى، يعني هي تشكيله كبيره من الشنط الكروس اللي هي ب 100. عنده كتير قوي قوي، مش هعرف اصور لكم كل الشنط اللي عنده. اهو ما شاء الله، عنده تشكيله كبيره اهو كتير. كريم، في ايه بقى غير الكروس كده عايزين نشوف كده؟ يعني هي ما شاء الله التشكيله كبيره بتاعت الكروسات اللي هي ب 100. تيجي هنا بقى تقول لنا ايه الاسعار هنا مثلا؟ بكام دي؟ 125. دي 125. تمام. 135. دي 135؟ نعم. اهو في منها الاسود، ده في منها كل الالوان. اهو شايفين؟ اهو ما شاء الله. دي 125، انما دول 135، صح كده؟ اهو كل الالوان. دي ب 110 يا بنات. في منها برضو الوان؟ طيب اهي، دي الوانها اهي، شايفين؟ اهو دي الوان. دي ب 110.
دي بكام؟ 125. واللي معاك دي 110 برضه. طيب ندخل مثلا على الاكبر شويه، 135. دي بكام؟ دي 150. حلوه قوي، عجباني. عادي كده براحه، 195. بصوا دي في منها الوان وفي الاسود. دي 150. اهو بصوا في منها الالوان يا بنات، اهي بصوا الجمال. استنى ده كده ب 150. دي 150. ده الدار الباك ده كله 175. بصوا الدار الباك ده بقى بكام؟ 175. 175 كله، ها؟ اي واحده فيهم 175. كده 175. ده كله 175. تمام. بص وريني السنه اللي جبتيه كده. بصوا. بصوا يا جماعه في اشكال ظهر هنا، قول لي بقى كده الاسعار دي مثلا بكام؟ بتاعت اللابتوب 250. دي بتاعت اللابتوب 250. واللون ده. بصوا اهو قلت كام؟ 250. طب والحضانه دي بكام؟ 150. دي 150. 175. دي 175 في منها الوان؟ في منها الوان. 175. ودي 175، طبعا الالوان كلها موجوده. دي الحضانه ب 150. دي 150 الحضانه يا جماعه. دي في منها اشكال تانية بتاعت الحضانه، ها؟ ولا هو ايوه يعني هما الشكلين دول؟ الشكلين دول. الشكلين دول ب 150. تمام. نيجي بقى، ما شاء الله ده انت عندك المدارس والكروس والظهر واللابتوب والسواريه، كل حاجه بسم الله ما شاء الله. بكام بقى؟ 250. دي ب 250. ده الاخر يا كريم؟ اهو شايفين؟ جميلة قوي. بصوا اي واحدة ب 250 من السوريهات دي يا جماعة، ما شاء الله حلو. زي ما انتم شايفين عنده كل يعني تشكيلة كبيرة، المدارس وال ودي بصي بصي دول شنط لابتوب، ها؟ ب 250 عنده كل حاجة، يعني عنده مدارس، سوريهات، لابتوب، كروسات، شنط ظهر، كل حاجة ما شاء الله موجودة عنده. مش اللي هي إيه؟ دي الجمل دي زي دول تبعك برضو؟ 250. دي 250. اللون ده موجود بس عندك اللي هو الأحمر في اسود؟ دي حاجة زي كده 200. دي ب 200؟ بصوا يا بنات جميلة قوي دي، تحفة. دي بكام؟ 300. دي ب 300؟ عادة كده 25. دي 225 يا جماعه، 225. عايز اخد صوره لدي؟ ما لحقتش، كانت بتقع. امسكها لي بس ثواني كده. بصوا يا بنات هو مش سامعني والله، انا سأله على دي قبل ما اجي قسما بالله قايل لي ب 400، هو هنا بيبيعها ب 300. انا مش عايزه اسمعه عشان ما يغليش حاجه، بس زي ما بقول لكم كده والله العظيم الاسعار عنده حلوه جدا جدا. هذا كده ب 200. اهو بص دي ب 200 يا جماعه. بصوا ما شاء الله، ودول برضو 150 صح؟ دول 150 ما شاء الله، وعنده تشكيله حلوه قوي قوي، وعنده فرشتين، كل حاجة بقى، أي حاجة هتحتاجيها هتلاقيها بسم الله ما شاء الله. الفيديو صغير عشان يبقى خفيف عليكم، وكل أسبوع بيجي شغل جديد يا جماعة. هرجع تاني وأفكركم، الفرشة فرشة حمادة الشيشي، إحنا فين؟ في شارع الرويعي، ورانا الشركة الأسبانية صح؟ وقدامنا الشركة الوطنية، تمام كده؟ وأنا طبعا هحط لكم برضو العنوان ورقم التليفون. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس. هتوحشوني، السلام عليكم.